تلعب كرة طويلة، دفاع براس تفوق، ترجع لمصلحة توماس، يلعب كرة ممتازة عن طريق ويزلي، الكرة بين أخذ ورد، تصل الكرة إلى ويزلي سات، جول يا ويزلي جول، يعطي التقدم، يعطي الأسبقية لمصلحة فريق كلوب روش. بعد الشوط الأول سلبي يعود ويزلي ليعطي الأسبقية لمصلحة فريق كلوب روش. غياب التغطية، غياب المراقبة على مستوى دفاع شارلوروا يكلف أول أهداف اللقاء وأول أهداف المباراة عن طريق المبدع ويزلي. هنا الترويض والتسديد على يسار الحارس بيرتو وأول أهداف المباراة. وهذه كرة أمامية جميلة ليونيتي لمنسي يمر عبد تسديد جول. مواليد 97 يتألق ويتأملق في هذا اللقاء، واثق الخطى ملكا يمشي على المجي يصبح وعلى المجي يمسي. المطلوب لأكبر الأندية الأوروبية برشلونة وأرسنال وتشيلسي يتألق ويتقدم بالهدف الثاني. الكرة على الجهة اليمين، داسكار خطير هذا اللاعب وممتع ومهاري، يسدد داسكار جول، ماي جود جول، جول، يا ربي ما هذا الهدف، صاروخ أرض جوابر للقارات، قذيفة وقنبلة ذرية من نوع الدمار الشامي في الدوري البلجيكي. يا سلام يصل الى سفيان هني، يراوغ الاول ثم الثاني، يعبث بالدفاع وجول، توغل جميل من الجزائر سفيان هني، وسلسله من المراوغات ينهيها بتسديده قويه وعلى طريقه مارادونا يوقع هدف السبق لاودرلاخت. محاولة للنادي الابيض، فون رين يعطي تمريرة يمس مرفوع الروس، ماما ميا جول، ويزلي في المتابعة 1-0 جول، ماما ميا التوزيع والدقة، ماما ميا الارتقاء والراسية، ماما ميا ويزلي البرازيل في المتابعة 1-0 ماما ميا ماما ميا ماما ميا تمتع يا عيني يا بليتارة بلجيكية. كلوب بروج بدون مقدمات مباشرة دخلوا في المباراة. ندخل الآن الدقيقة 25 من زمن المباراة، لوكاس يلعب طويلة إلى جول، وجول أحلى جول من سيمون أسمراني، يا الله أسمر أسمراني ومنسك عليا، أعلى هدف، يا كبير يا لعيب يا رائع يا خطير يا مكير، شوف اللي عاد يفادها متعة وفرجة ويسارة، هنا قنبلة ما تصديش، توزيعة مليمترية بالمقاس، يا سلام والله على ساقك اليمين يا سمراني.